اوكي نطلع على المسألة هاي. من اشهر المسائل اللي موجودة في الاوبتمايزيشن مسألة اسمها ترافلينج سيلزمان بروبلم. ايش سيلزمان يعني؟ رجل او امرأة مبيعات. ممكن يكون شخص بده يشتغل بحياة الزباين، يروح بنكد عليهم، بده يبيعهم برودكت، مش هيك؟ بده يحاول يروح يزور اكبر قدر ممكن من المدن في اقل فترة ممكنة او في اقل مسافة ممكنة. هذا المثال مثلا مأخوذ، هي هون عندي بوليجون بيمثل كل الاحداثيات تبعت الولايات المتحدة، وبعدين البرنامج عامل جينيريشن لراندوم سيتيز من هون. هلا المسألة لما تكون هذه مسألة بسيطة فكرتها سهلة، ما بدها شغل كثير. يعني لو عندي مثلا انا خمس مدن بس، مدينة هون ومدينة هون وهون وهون وهون، ولو قلت انا هذا السيلزمان مسموح له يبدا باي واحدة من هذول، المهم يخلصهم كلهم، سهل اني الاقي شو الطريق، مش هيك؟ لما تكونوا خمسة زي هيك مثلا، ممكن اجي اقول لو هو بدا بهاي المكان راح يروح يعمل هيك، يمكن يكون اسرع طريقة او اسهل طريقة هيك وهيك مثلا، ويرجع محل ما هو صافي في سيارته او شيء او حتى هذا، بعدين يضل مروح. يمكن الطرق الثانية ممكن اجربها، قديش عدد الاحتمالات؟ قديش عدد الاحتمالات اللي ممكن اجربها بهاي الحالة؟ حسب عدد الخمسة. افرض عندي خمسة هون، 1 2 3 4 5، بده يزور كل الخمس مدن من هون وبده يرجع للمدينة الأخيرة، طبعا هذا معروف. شو الأوبشنز؟ أي مدينة ممكن يبدأ فيها؟ كم عدد المدن اللي ممكن يبدأ فيهم؟ خمسة. إذا بدأ من مدينة، قديش عدد المدن اللي ممكن يروح عليها بعد ما يكون بدأ المدينة؟ أربعة. وبعدين قديش؟ ثلاثة واثنين وواحد. شو بنسميها هاي؟ خمسة فاكتوريال، مش رقم كبير. قديش خمسة فاكتوريال؟ 5 × 24 × 3 = 60 × 2 = 120. برضو 120 رقم كبير، بس ممكن انت تبرمج الآلة الحاسبة وتعمله. وين بتبدأ المشكلة تصير ضخمة؟ لما يصير في عندي 50. احسب لي 50 فاكتوريال قديش؟ احنا ظاهريا ما انتقلنا غير من 5 مدن ل 50 مدينة، بس قديش عدد الاوبشنز صار؟ 3 × 10 = 64. ايش يعني 64؟ يعني 64 صفر. هدول المسائل بنسميهم MP hard problems، non-deterministic polynomial hard problem، مستحيل احلها exhaustively. شو يعني exhaustively؟ يعني مستحيل انت تيجي تبرمج برنامج تقرر بكره نورس يقرر بكره يبدا يحط البرنامج ويشغله ويبدا يفتش على 10^64، يمكن يقعد حوالي 3 اشهر هو يشتغل لحد ما يطلع الجواب، يفتش عليهم. مزبوط. اذا الكونفنشنال ميثودز بتنهار بهاي، هدول بنسميهم ان بي هارد بروبلمز. وين هون ايديالي الايديال حل اللي عندي؟ الايديال اني استعمل شيء زي الجينيتك. الجينيتك راح ياخذ فتره بسيطه، راح يبدا يجرب، ونفس الشيء راح ياخذ كروموسوم. هلا كل ترتيب لل50 مدينه يعتبر جدول، اوكي؟ هذا انديفيديوال. برد بعمل كمان ترتيب للخمسين مدينة، كمان ترتيب للخمسين مدينة، بعدين ايش ببدا بعمل؟ بعمل نفس الشيء فتنس، بعملهم فتنس. شو الفتنس فانكشن هون رح تكون عندي؟ المسافة، لأن أنا ممكن أعمل مسافة تكون ريديكولس، يعني أجي من هون أروح لمدينة هون وأرجع لمدينة هون وأطلع لمدينة هون، طبعاً هذا واضح إنه سيء البرنامج. فالفتنس فانكشن رح تعطيني اللي بعطيني أقصر، وطبعاً ممكن أبدأ من أي واحدة من الخمسين مدينة اللي موجودين هون، نعم. الفتنس اقصى يعني ماشي، ما هو بدي اضربها في ماينس او اعمل شيء بحيث انها تكون يعني اسوء شيء اطول شيء. اسوء شيء صحيح، واحسن شيء اقصر شيء، احسن شيء راح تكون. فالفتنس راح تكون يعني يا اما بتحطها ماينس، بعرف بدك تلاقي طريقه معينه بحيث انك تعكسها، مش هيك؟ لان احنا ما بدنا اكبر مسافه، بدنا اصغر مسافه، اقصر مسافه او اقصر زمن اذا حولت انت الزمن لمسافه، اوكي؟ هاي كلاسيكال اوبتمايزيشن بروبلم. كثير من الاوبتمايزيشن تكنيكس اول ما بيطلع بيجي واحد بقول انا اخترعت اوبتمايزيشن تكنيك، ايش بفحصها؟ بفحصها على الترافلنج سيلزمان بروبلم. انها واضح انها اكسبوننشال، هاي ات جروز اكسبوننشالي. الحل هون بزيد اكسبوننشالي، ما بزيد بولينوميال، ما بزيد مع اكس تو ذا 3 مثلا او اكس تو ذا 4، بزيد مع فاكتوريال اكس فاكتوريال، واكس فاكتوريال او حتى اكس مرفوع يعني فاكتوريال هون الرقم، فعماله بزيد هون exponentially. إذن هاي typical classical problem. نعم تفضل. يعني لما بدي أحط الجين هون بدي أطلب ال 50 مدينة أسميهم A B C D E. بالضبط. والترتيب مهم. طبعا. هلا لاحظوا في عندنا شغلتين، في عندنا شيء اسمه permutations وفي عندنا combinations. أخذتوهم يمكن. أخذتوا permutations أو combinations. يعني بنيجي بنقول إذا عندي 50 مدينة، كيف ممكن أختار من ال 50 مدينة 50
وترتيبهم مهم أو 50 وترتيبهم مش مهم. على فكرة تختار 50 من 50 وترتيبهم مش مهم كم واحدة؟ واحدة. بس تختار 50 من 50 وترتيبهم مهم هي الرقم. أوكي ماشي واضحة الهاي؟ هذول من نرمز لهم بالرمز P و C، capital P و capital C، ومنسميهم permutations و combinations. إذا هلا هذا البرنامج هون، هلا على فكرة البرنامج إذا دخلتوا بتفاصيله رح تشوف في عنده هو إحداثيات، بحط هون إحداثيات للمحيط هذا اللي موجود، بعدين بعمل جنريشن لخمسين لوكيشن اكس واي اكس واي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 للمدن اللي موجودة هون، وبعدين زي ما أنتم شفتوا من هون خلينا نعمله ران مرة ثانية. راح أسكر هاي ونعمل ران هون. هاي واضح إنه عماله هلا بجرب من هون، هلا راح تشوفوا أحياناً تتطلع بتشوف انه في اشياء طبعا واضح انه مش اوبتيمم، لكن هذا يبدو جيد لهذا، وفي حتى تقاطع بينهم، عامل هو تقاطع بينهم. وهلا هون هي هذا السجستد او اللي هو وصل له مينيمم من هون. الحلو كمان في الجرافيكس، الجرافيكس احيانا بفرجيني ايش عماله بصير بالارقام. فايتس ماتش مور انترستينج، مضبوط؟ الانيميشن، هلا هذا ما كان ضروري للحل، مضبوط؟ بس شوفوا قديش الاختلاف بين لو انت قلت له انا بنيت الجينيتك بروجرام وبطلع لي عمال السيتيز، او انك تشوف جرافيك اللي تشوف الهاي عمالها بتتغير اوتوماتيكيه، بتتغير وهي عمالها بتعمل سيرش وفتره بسيطه. مش هلا احنا ما بندعي انه احنا دائما وصلنا للاوبتيمم، هاي احد مشاكل الجينيتك. كيف انا بدي اعرف انه الاوبتيمم؟ لو بعرف الاوبتيمم كان ما لجأتش للجينيتك، مزبوط؟ اذا هلا هاي مساله فلسفيه عليها كيف انه احنا بدنا نطلع نقول انه هذا فعلا اوبتيمم او مش اوبتيمم. نعمل له ران مره ثانيه مثلا، راح يطلع عندي جدول ثاني، فممكنك انت مثلا تعمل كابتشر للصوره هاي وتخزنها وتروح تعملها مره ثانيه، راح يطلع معك حل مختلف. دقيقه بس خليني اعمل ران مره ثانيه، نعمل ران مره ثانيه مثلا، راح تشوفوا هذا مختلف، اكيد انه مختلف، انا متاكد انه مختلف عن السابق. نعم لا لا، هو مفترض انك انت خلص بتوصل الخط، بس هو اذا وصل الخط هون انت بتعرف شو وين بدا. هو مفترض اوتوماتيكيا انه هذا ما راح يضيف عدد اوبشنز. اخر شيء لما تتخلص 49 مدينه، خلصت 9 لما وصلت المدينه ال 50 واضح انك ترجع من 50 لواحد. هو ما برسمه هذا الخط، اذا رسمه بتبطل انت تعرف وين بدا، بس هو منطقيا مفهوم اتس جيفن. وعلى فكره لما تضرب في واحد ما راح يزيد عدد الكومبينيشنز. نعم داخل لازم تكون داخل لها. اوكي الترافل طلع برا. اوكي ماشي اوكي، يعني هو هلا صار بده يطلع من الحدود ويرد يدخل مره ثانيه، ممكن تكون بحر هاي من هون، مش هيك قصدك؟ هو مبسطها هاي، مزبوط. اوكي مزبوط، بس المدينه نفسها المدن كلها في الداخل، واضح انه هذا. ومرات حتى بتطلع انت بتشوف بالنظر بتشوف انه في شيء مش اوبتيمم هون. الجينيتك عماله بتحرك بلايندلي، ما بتحرك هو، يعني مش عارف بالضبط شو اللي بشوفه. هو كل اللي بيعرفه في عنده كروموسومز وبيعمل لهم كروس اوفر وبيطلع فيتنس فانكشن. مثال حلو جدا وبيبين بالضبط الفكره هاي، بتتذكروا قلت لكم اذا بدي اشتغل جينيتك بدي او نيورال او ارتفيشال بشكل عام، بدي ابين ليش هي سوبيرير تو كونفنشنال ميثودز. الحل الوحيد الثاني اني اعمل شيء زي الراندوم سيرش، اصير اغير واعمل راندوم سيرش. عمليا الجينيتك هو راندوم سيرش، بفتش على فيتنس، انا بفتش على فيتنس الهاي، بس وان كان الراندوم سيرش احنا ما بنسميه ارتفيشال انتليجنس.